مرحبا بكم. تعتبر السمنة واحدة من الأمراض التي يعاني منها الكثير من الناس حول العالم، ولهذا يحاول الكثير منهم ممارسة الرياضة بشكل منتظم حتى يتمكنوا من خسارة هذا الوزن الزائد. ولكن هذا المرض أيضا ينتشر في الفصائل المختلفة للحيوانات، ولهذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من الحيوانات التي تعاني من السمنة بشكل مفرط. ولكن أولا مشاهدين الكرام، ادعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. أولا، حيوان الراكون السمين. يعتبر حيوان الراكون واحدا من أغرب الحيوانات حول العالم، وفي عام 2004 حقق هذا الحيوان رقما قياسيا جديدا في موسوعة جينيس، حيث وصل وزنه إلى 34 كيلوغرام. كان يعيش في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الغريب هو أن وزن حيوان الراكون العادي يتراوح ما بين 3 إلى 12 كيلوغرام. أكد العلماء على أن هذا الحيوان يعاني من مرض في الغدة الدرقية، وهو ما أدى إلى التسبب في زيادة هذا الوزن بشكل كبير. تم اكتشافه عن طريق أحد الأشخاص الذي كان يمر في الشارع ووجد هذا الحيوان أمامه، وبعدها نال شهرة كبيرة. ولكن لسوء الحظ أنه توفي في عام 2004، ولم يتمكن أي حيوان آخر من هذه الفصيلة من تحطيم الرقم القياسي الخاص به. وحينها كان يحاول العلماء وضع نظام غذائي خاص به حتى يتمكن من خسارة الوزن بطريقة سليمة، وتم ذلك عن طريق توفير طعام القطط الجاف. وكان يقال أن هذا الحيوان يحاول دائما التسلل إلى المطبخ حتى يتمكن من تناول اللحوم والأسماك وشرائح البطاطس. ويقال أنه من قبل في عام 1999 تم اكتشاف حيوان آخر من هذه الفصيلة كان يصل وزنه إلى 23.7 كيلوغرام، وحينها كان يعتبر هذا الحيوان أسمن حيوان من فصيلة الراكون، وحتى تم تحطيم هذا الرقم القياسي في عام 2004. ثانيا، القرد الأكثر سمنة في العالم. تم وضع هذا القرد في أحدى المحميات الطبيعية من أجل رعايته بطريقة سليمة حتى يتمكن من خسارة الوزن، حيث يقال أن الوزن الخاص بهذا القرد كان يصل إلى حوالي 26 كيلوغرام، ولهذا كان يستحق لقب أسمن قرد حول العالم. يعيش هذا القرد في بانكوك، وكان يذهب كثيرا إلى مختلف الأسواق حتى يتمكن من تناول الطعام المختلف، وهذا ما ساعده على اكتساب هذا الوزن الكبير، حيث أن الكثير من السياح والسكان في هذه المنطقة كانوا يقدمون له مختلف أنواع الطعام الغير صحي، مما أدى إلى زيادة الوزن في النهاية. وبعدها حاول العلماء مساعدة هذا القرد عن طريق اتباع نظام غذائي صارم، وحتى يتمكن من خسارة وزنه. كما يقال أن هذا القرد كان يعتبر واحدا من أهم القرود من هذه الفصيلة، وذلك بسبب أن باقي أفراد القطيع كان يجتمع حوله حتى يتمكنوا من تقديم المساعدة له. في مايو من عام 2017 تم إرسال هذا الحيوان إلى واحد من مراكز الرعاية البيطرية لمدة 2، كان يتم تقديم الطعام المتمثل في الخضروات والفواكه التي تحتوي على كميات قليلة من السكر. وفي عام 2019 تم إعادة هذا الحيوان إلى البيئة الطبيعية التي كان يعيش فيها، حينها كان قادرا على ممارسة الحياة الطبيعية الخاصة بأي قرد آخر ودون أي مشاكل، بسبب أن وزنه كان يساعده على هذا الشيء. حاول العلماء بعد فترة من الزمن العودة لرؤية هذا الحيوان مرة أخرى من جديد، ولكنهم لم يجدوا له أي أثر. ولكن أكد العلماء على أنهم قد قاموا بعمل أكثر الأشياء الممكنة من أجل مساعدة هذا القرد. ثالثا، الزرافة. بالرغم من أن هذه الصورة تعتبر واحدة من الصور المعدلة على برامج الفوتوشوب، إلا أنه في الحقيقة اكتشف العلماء أفرادا من فصيلة الزرافة تواجه سمنة خطيرة، وذلك بسبب أن الزرافة تتناول كمية كبيرة من أوراق الأشجار في الحدائق ولا تقوم بحرق هذا الطعام، بسبب أنه يتوفر لها الأمان في هذه الحديقة، حيث أنه لا يوجد أي حيوان آخر يحاول الجري وراءها حتى يتمكن من افتراسها، وهذا ما يجعلها غير قادرة على خسارة الوزن. رابعا، النمر الأكثر سمنة في العالم. جميعنا نعلم أن النمر يعتبر واحدا من الحيوانات الرشيقة والسريعة والقادرة على القيام بمختلف المهام وصيد مختلف الحيوانات الأخرى بكل سهولة، ولكن في الآونة الأخيرة تم نشر هذه الصور التي تم التقاطها في شمال شرق الصين في إحدى حدائق الحيوانات، والتي فيها كان يظهر هذا النمر السمين والذي كان غير قادر على التحرك نتيجة السمنة. ويقال أن سبب في هذا الشيء هو أن هذه النمور كانت تتناول كمية كبيرة من الطعام دون أن تقوم بالمجهود الطبيعي لأي نمر، وهذا ما جعل الوزن يزداد بهذه الصورة، بالإضافة إلى أن هذا جعل العلماء يقلقون بصحة هذا النمر، خاصة أن هذا سوف يعرض حياتهم للخطر.
كما أنه في هذه الحديقة التي يعيشون فيها يتم تقديم كميات كبيرة من الطعام في فصل الشتاء حتى يتمكن الحيوان من الحصول على الدفء اللازم. من المفترض في الحياة البرية أن النمر في فصل الربيع يقوم بعمل مجهود كبير حتى يتمكن من التخلص من الوزن الزائد، ولكن هذا لا يحدث في هذه الحدائق. هذا يعني أنهم سوف يواجهون العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، ولهذا يجب التوقف عن توفير الطعام الزائد إلى النمور. وهذه الصورة التي تراها أمامك توضح الحجم الزائد على النمر الذي يعرض حياته لخطورة كبيرة جدا. وبالرغم من أن الكثير من الناس كانوا يضحكون على شكل النمر في هذا الوقت، إلا أن باقي العلماء أوضحوا أنه لا يجب على أي شخص الاستهتار في هذا الشيء والذي يظهر على هذا النمر، ذلك نتيجة أن هذه الحيوانات من الممكن أن تكون مريضة. خامسا، الأرنب. لو كنت تعتقد أن الأرنب واحدا من الحيوانات الضعيفة التي لا تتمكن من تشكيل أي خطورة أو قوة على أي كائن حي آخر، فأنت على خطأ. انظر إلى هذه الصورة وسوف ترى أمامك هذا الأرنب المعروف باسم رالف، والذي يبلغ من العمر 4 سنوات. يعيش في المملكة المتحدة ويصل وزنه إلى 22 كيلوغرام. كما يقال أن باقي أفراد القطيع الذين يعيشون معه يتمتعون بكبر في الحجم والوزن. كما يقال أن طول هذا الأرنب يتعدى مترا بالكامل. يعتبر سبب في هذا النمو الضخم هو الجينات التي تمت وراثتها عن طريق والديه. كما أوصى العلماء بضرورة عدم توفير الطعام الزائد حتى يساعده على خسارة الوزن. يتمتع هذا الأرنب بشهية كبيرة جدا تجعله قادرا على تناول مختلف أنواع الطعام، ولهذا حصل على لقب الأرنب الأكثر سن حول العالم. بالإضافة إلى أن الكثير من الناس حينما يذهبون إلى زيارة هذا الأرنب يقومون بشراء كمية كبيرة من الطعام له، بالرغم من تحذير العلماء من ضرورة التوقف عن ممارسة هذا النظام في الغذاء. سادسا، القنفذ السمين. من المعروف أن وزن القنفذ الطبيعي يتراوح ما بين 500 إلى 600 كيلوغرام، ولكن في اسكتلندا اكتشف العلماء هذا القنفذ الذي وصل وزنه إلى 2.335 كيلوغراما بالكامل. ولكن بسبب هذا الوزن الكبير كاد هذا الحيوان أن يتحول إلى كرة بسبب الكمية الكبيرة من الدهون التي تغطي منطقة البطن لديه. هذا يعني أنه غير قادر على توفير الأمان والحماية لنفسه، ولهذا حاول الأطباء تقديم المساعدة له حتى يتمكن من المعيشة في الحياة البرية بطريقة آمنة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.